ما يسمع كلامي عند العقاب القوي. وش العقاب القوي يا حضرة الشرطية؟ وش عقابه يا ولد؟ اسكت يا أخوي اسكت. أول شيء هذا شرط واحد، أسمعنا كلام تجلسون بالمجلس هذا نص ساعة بدون كيف بدون شيء، هذا العقاب الثاني. شفت دار انها تبين نشيل أغراض ونروح نود ونحط. طيب اسكت يا ابن الحلال. يا عماد يلا جيب لي مية بسرعة. روح يلا يلا يلا. إيه هذا الأدب أعلمهم كيف. يا الله وش الشرطية مشغلتنا. الله يعين عماد. جبتك مويه. افتح يا بدنا افتح. حول شربني. يا شيخ خوي شربني. شربها زين يا اخوي، انت بتجيب لنا النكبة. طيب شكلي بعاقبك انت. لا ما تغيت، كنت تعبان. يلا شربني زين. ما شاء الله يا حضرة الشرطية، احنا دائما نخدمك. ايه غصب عنك، وانت يلا شربني. ابشري. ايه صارت فيها غصب. خلاص الحين شبعتي من المويه. ايه سكر العلبة. ابشري. وانت يا علي راح جيب لي كرسي خليك طيارة. طيب ابشري. هو الليل هذه ما تروح عنا. هذه عشان ما تقلب عليها. يلا حطها هناك. وين احطها؟ هنا. طيب بس عشان تجلسين؟ ايه خلاص؟ لا وش بعد عاد؟ يا عمار راح يجيب لي من بقالة على جولك فشارات وعصير. لا ترى بقالة بعيدة بينها. اخر ما اعطيك العقاب. كيف اروح؟ طيب عندي مفتاح سيارة شيء. على رجولك. ها طيب وش بعد ما راح معاه وجب شق لطايت كثيره. طيب ابشري. شو ولد احنا شو نسوي يا ولد؟ في الا حل واحد، وش انا نهجم نروح للبيت. كيف جو ولد نفتح الباب ونهجم؟ شمش يا حول سخروا، انا عاملتهم الثائيه لازم اروح اشوفهم وينهم. ما شاء الله يا البيت. يلا يا لينا اليوم نبي نلعب، نبي نفلها. خلاص نبي نكسر ام البيت. خلينا نكسر يا شيخ. يلا يا لينا يلا. ها يا من اول. اوه يلا عصير تبي خذي. ها انت قدها تضربني انا اوريك. خذها. اقول قوم هناك بس. لا والله لا تروح. خذي خذي. يا ساتر في ازعاج. وش الازعاج هذا؟ بسم الله والشغال. طارد ما خده انت راح بيش يا اخوي. كفت عصير يا اخوي هناك يا اخوي. اخوي انا جاركم جديد مستاجر، ازعجتوني. اقول ضف وجهك بلا جار. تعال شكلي استاجرت بمكان غلط. تعالوا والله ما خليك. يا ود هذا كبرك وطارد بنت صغيرة. يا اخوي انت ايش تبي؟ تراك زوجت امنا جار مزعج. يا اخوي طيب انا وش اسوي هنا؟ ارقد فكنا من شرك يا اخو. يا اليوميا وانتم كذا. حنا كل ساعة نسوي زي كذا بس. الله اتركتك تعال. اها والله ما فيها الا النحشة، شكلي بنحاش. كنز لازم احرسه عن الحراميه واخبيه. والله يا اخي ان البنت هذه حاميه الكنز يا ولد، احنا حراميه فاشلين. الله انك صادق يا ولد. وش نسوي يا ولد؟ لازم ندور لنا خطه كويسه وحلوه. لازم. وش الخطه هي جالسه عندك يا اخي؟ خلنا ننجح يا اخي بالسرقه يا اخي، اهم شيء نطلع فلوس. وش تسوي؟ طلع 5 مليون يا اخي، نشري لنا سياره، نشري لنا شيء نعيش حياه. كيف 5 مليون تستقبل انت؟ والله صادق يا ولد. بنت صغيره تمسك لنا اثنين اثناء. انت خليك تمسك وانا باخذ الفلوس بعدين اطلعك من السجن. لا تسحب علي صح؟ لا ماني ساحبين عليك، بطلعك معي. خلاص يلا. واذا نكب لك انت لا تنكب لحالك وانا اروح اخذ الكنز وبعدين اطلعك. والله فكره طيبه ما هي بشينا. يلا بسم الله. ها والله جو الحراميه لحقهم بالسجن واخبي الكنز هذا. اسمع انت لازم تدخل الاول، لازم تنكب، لازم تمسك، انت حاول تشتت انتباهها. طيب كويس وانت تمشي حلو. اي خلاص انا الكنز لونه ابيض صح؟ بدي ابيض بني. خلاص ما عليك اسحب الكنز. بس اسمع انتبه، لازم تشتت انتباهها.
والله انا عسان ودي انام شوية، سمعت صوت الحرامية مسكتهم. يا ولد الشرطية هذه مي بصيدة يا ولد، ما تشلحل شلحل انك بعد خلنا ناخذك. الحمد لله اخذت الكنز الحالي وفلوس، خله ينك بالحالة. تكفين خلاص، والله اخر مره هذه نهايه الحراميه، تدخل السجن خلاص يا بنت خلاص. ابى اخليك سنه بالسجن لين امسك خويك، الحين بركض وامسكه. انا راح اعلمك من مكانه وعلمك اننا وين نقوم، بس فكيني. راح تعلمني وراح اسجنكم واشوف بيتكم وينه. يا علي البس، والله مره تعبان يا ولد. يا اخوي وش تبين اسوي فلبس؟ نبي نوديه الطبيب يا اخوي، ولا نسوي له اي شيء عشان يتعافى. يا اخوي تعرف احد يعالجه؟ اي في دكتوره بيطريه يا ولد، خلنا ندق عليها. يا اخوي بكيفك، والله ما ادري عنك، سوي اللي تسوي. يلا خلنا ندق عليها. اسمها البيطريه ليلى. ايش البيطريه ليلى دي؟ اسكت يا اخوي اسكت، اسمعني بدنا تنحاش. الو السلام عليكم، انت البيطريه ليلى؟ ايوه عندنا قطاوة مرة تعبانين، نحتاجك والله نحتاجك بسرعة يا البطرية ليلى. تكفين كل مرة تعبان وصغير، ومرة تعبان وصغير. شبحت خلاص خلها تيجي، وخلاص يلا تعالي الحين، الحين موجودين. اوه اوكي الحوش، قلت الحوش يا اخوي خلاص قفلت. الحين بروح اشوف القفو الصغير. ايش اللي تبكي؟ اسكت يا اخوي، تركت يا ولد قطو زلت، نحتاجها والله نحتاجها. ايش عندي؟ احمد ربك بس الحين تجيك البيت. يا ولد دق عليها شيء وتطولت. اسكت يا اخوي انت شغلتنا، اسكت اتخوفت الحين. ايش خلوني بهذه الطاوله؟ السلام عليكم. جت البيطريه جت. هلا هلا يا دكتوره. ايش في قطكم هذا؟ شوفت عينك يا دكتوره، مريض على قولة عماد. شوف هذا لازم يحتاج لعمليه. عملية خفيفة يا ولد، والله شكله تعبان. لا يا حبيبتي وش العملية؟ بعد بكرة. لا يا حبيبتي تعجيني تعطينا. قالت عملية وما سوى. ممكن اسكت يا اخوي، هذا القطو حقي يا اخوي، تعطينا مهدياتي بس تسوي لها. يا ولد بعد بكرة لين تجي المدرسة. لا يا دكتورة عملية وين؟ هو صادق اخوي. لا يا دكتورة شوف أبكشف عليه، اللي بيحتاج عملية يعطي، أسوي العملية بسرعة بدقيقة واحدة. طيب والما ما يحتاج عملية خلاص أخليه وأعطي علاج. إيه كذا يا نبي يا دكتور. طيب حطوه بالأرض عشان أفحص. يلا حطيه هنا. يلا انتبه ترى تعبان. بروح لأمه، لازم نروح نوديه لأمه. شوفي أمه هي دكتورة هناك. يلا شخلي بأمه الحين. لا بس خايفة عليه يا دكتورة ليلى. بشوف الحين. يلا هذا هو بتعطينا هبره على طول. بسم الله. لا بعد لا تشغل. بسرعة. لا تشغل الدكتوره يا اخي. لا تشغلها. خليني اشوف ثاني. يلا شوف. بصوري دكتوره. ما في الا العافيه، بس اعطوني فلوس وخذوا كريم وخذوا علاجه. كم الفلوس يا دكتوره؟ 300. وش يا دكتوره؟ 300 ريال بعطيكم علاج الحين. يا ولد هذه غالية ولا نصابة؟ يا رجال تلقاها نصابة. إيه؟ علاجات. وش العلاجات؟ تعطينا مهدي لزقات بس، أقول روحي بس ما أعطيك 300 يا أخوي. وخر بس أنا على التقطي بنفسي، وخر يا الله. بل كثير بعد كثير. علاج 200 يا أخوي، رجع العلاج أنا أسوي العلاج. خلاص شلها. سنلعب يا صديقتنا بهذا السكوتر. شوي يا صديقتي، حلوة ولا لا؟ ها يا ولد، متأكد أنت فيك طلع هناك؟ إي والله إني متأكد، تقريبا 5 ولا 4 تقريبا بسالفة. يا سلام، كل واحد يبيع 200. وش ال 200 يا أخوي؟ 300. أنا كيفك يا أخوي؟ 300. أحمد ربك أحمد ربك. أنت أخوي عشان أنت أخذت 300 وأنا 300. خلاص إحنا بناخذ 500. نظرا يعني.
هذه شرطية ولا وش؟ تلقاها سكرتيرية يا شيخ، خلنا نمشي. سكرتيرية، اصبر اصبر، ارجع ارجع ارجع، اصبر اصبر، خلنا نروح نام. اسمع بنركض بنركض. واحد اثنين ثلاثة. الحمد لله الحمد لله. يا ولد اقسم بالله اني تعبت. وينك طاوه انت؟ الحمد لله، يعني البيت ما حد فيه. طيب يعني طاوه يا اخوي. هنا يا اخوي متوب تحت الدرج ادري. نوك نوك تعال 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 تعال. من حد فيه تحت الدرج؟ ما ادري والله. ما عندي قصه. ما عندي قصه. اسمع انت فاهم عن الطاوه وانت فاهم عن الراضي. استقبل انت كلهم طاوه. خلنا ناخذك طاوه ونمشي يا اخوي، لا تهاوش. هنا خلنا ناخذك طاوه. يا اخوي يا شيخ راضي. ايش هذا الاغراض؟ بتجيب 50 ريال؟ تعال ناخذ ما شاء الله يرضعون يرضعون. اصبر اصبر اصبر، خلهم يشبعون وبعدين ناخذهم. يا حبيبي لا يشبع، انت تجينا الشرطه بعدين تخليني كيف نشبع. شيل شيل اخلص. تعال باخذ باخذ البني، باخذ البني. بسم الله. ايش تقصد يا ولد؟ خذ الابيض. ايش لا لا، خلنا ناخذ البني، خلنا ناخذ البني. خذ الابيض. طيب خذ خذ. امسك امسك امسك. لا شوي 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 عليك. خلاص خلاص يا حبيبي انا جيت ادوق. خلاص اسكت. يلا خضرا خضرا مشينا مشينا مشينا. تحشي ثاني. لا مشينا مشينا مشينا. الحين حراسة الطاولة يا لجي، قوم نحرسهم. بنوكلهم. خلاص اخر مره اخر مره. احنا اسفين احنا اسفين. خلاص بنروح. حطه حطه يا اخوي حطه. لا يا اخوي نبي نلعب معه ونبيع. اخوي حطه انت ما تبغى. اخوي خربت الخطه. امه ما جت. امه جت. خذي خذي تعالي تعالي. خلاص بنمشي الشرطيه بنمشي. يلا نلفلفكم انتم. امشي انا يلا. بعد بعد بعد. خلاص شوي 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 على قطو شوي شوي.